ما فيش حق أغلى من بسمة صافية بعد طول حزن وألم، ولا حق أغلى من حقوق البشر في الحياة. بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، بالأمن والأمان، بالسكينة والسكن داخل وطن واحد بيضمنا، ابتدينا رحلة الأمل والعمل والإنجازات. القرار تحقيق نهضة حضرية، والبداية كانت مسيرة عمرانية. كلمنا في الإسكان، ودي كانت أحد الإشكالات اللي بتقابل مصر وأفرزت حجم من العشوائيات في التمدد العمراني. وبالتالي احنا قلنا لا، هنخش كدولة هنعمل حاجتين، هنعمل إسكان لكل الطبقات، في الإسكان الاجتماعي وفي الإسكان المتوسط وفوق المتوسط. احنا ما حطيناش سكن شقة، احنا حطينا مجتمع. كان التحدي فوق التصور، وأزمة الإسكان كانت كل يوم بتكبر، وكان التغلب عليها قرار برد الاعتبار لملايين من شعب مصر. خريطة أمل أطلقتها القيادة السياسية قبل 7 سنوات، وقدرنا نبني أكتر من 1.5 مليون وحدة سكنية، وفي طريقنا نوصل البناء ل2,240,000 وحدة سكنية من إسكان اجتماعي ومتوسط ومتميز، وإسكان بديل للعشوائيات في جميع محافظات مصر. وأنشأنا في مدينة بدر مجتمع عمراني جديد بيضم 10,055 عمارة بإجمالي 25,320 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر. في مدينة العبور الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، انتهينا من إنشاء 451 عمارة سكنية بإجمالي 10,824 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. وكمان 29 عمارة سكنية بتضم 696 وحدة ضمن مشروع سكن مصر من إجمالي 130 عمارة. وبتستمر حركة البناء والعمران في مدينة 15 مايو بإنشاء 126 عمارة بإجمالي 2,772 وحدة سكنية بمناطق مايو وزهور مايو. وفي مدينة القاهرة الجديدة تم إنشاء 205 عمارة بإجمالي 4,668 وحدة سكنية ضمن إسكان جنة وسكن مصر. وتستمر ملحمة البناء والنماء بتوفير سكن كريم للمواطن المصري. أول كنا قاعدين في 7 أسر في أوضة صغيرة، الوقت الحمد لله رب العالمين أعطانا شقة واسعة، أوضتين وصالة وحمام ومطبخ، يعني يجري فيها الخيل فوق الممتاز. شقق جميلة ونظيفة وتشطيب نظيف، وحاجة يعني ينفع الواحد يعيش فيها كويس. حياة غيرت الأوحش للأحسن. صورة حضرية مشرقة لتسهيل حياة الناس. بالعزم والإصرار بنفتتح كل يوم طاقة نهار، وبالتنمية والأمن والأمان بنضمن حقوق الإنسان.